السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناتي منيرز ويب. بالمناسبة لقد غيرت اسم القناة من أبخنون لو فرانسي لنتعلم الفرنسية إلى منيرز ويب حتى يتسنى لي وضع فيديوهات متنوعة في شتى المجالات. وأقدم لكم اليوم قائمة وزارية وضعتها وزارة التربية الوطنية الجزائرية شهر أوت 2019. قلت شهر أوت 2019، هي قائمة خاصة بالأدوات المدرسية لجميع الأطوار، الطور الابتدائي، الطور المتوسط والطور الثانوي. وضعتها وزارة التربية الوطنية هذه السنة لمن يريد اقتناء الأدوات المدرسية حتى قبل الموعد المحدد. وبهذه المناسبة أغتنم الفرصة لأتمنى سنة دراسية مليئة بالجد والاجتهاد لتلاميذنا الكرام، سنة دراسية متوجة بالتفوق والنجاح بإذن الله تعالى، خاصة تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، تلاميذ السنة الرابعة متوسط، وتلاميذ القسم النهائي أو تلاميذ البكالوريا. حظ موفق للجميع. كما يمكنكم تحميل هذه القوائم من خلال الرابط الذي تركته لكم أسفل الفيديو في صندوق الوصف. يمكنكم الضغط على الرابط في صندوق الوصف ومن ثم تحميل كل هذه القوائم. إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية هذا الفيديو، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلتقي في فيديو جديد بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.